جبل جزيرة للسامريين هو أقدس بقعة على الكرة الأرضية بالنسبة لهم، لأنه في عندنا أنت عايش بالضبط بالنص، يعني بالنص الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، عندك مستوطن على يمينك وعندك مدينة نابلس، وبنفس الوقت عندهم هويتين، الهوية الإسرائيلية والهوية الفلسطينية. اسمي عبود كاهن، أنا من عائلة واصف، عائلة واصف هي من دار الكاهن. دبر لاروني ولي بانو ونو أولي منور إلوينو أصارطا يا ريشيم افانو اي امر لي ما يبر منيح. ولا غلطة صح؟ ولا غلطة. لا تيجي عشية بس تسجل بقى. مش مشكلة، مش عشية يعني، أيام جاية. أنت بتروح 4 5 أيام. الطائفة السامرية كان عددها قبل 3600 سنة أكثر من 1 مليون نسمة. السكان كان منتشرين في حوالين الأراضي المقدسة، في الأراضي المقدسة يعني في فلسطين، العراق، سوريا، لبنان. الطائفة السامرية مرت في كتير صعوبات، سواء الفقر، التشريد، القتل. كان عدد الطائفة يعني المعروف هناك في ذاك الوقت 1900 ألف حتى 1800 كان معروف أقل من 100 نسمة أصلا، عبارة عن رقم صعب الواحد يتصوره. عندنا في أقرب زواج هو يعني أقرب شيء هو أولاد عم أو أولاد خال، يمكن يتسبب بمشاكل وراثية، مشاكل جينية، في عندنا ناس عمي وسم. وهي الطائفة السامرية عددها اليوم فقط في 780 في كل العالم. جميع بيحاول يبني الطائفة من جديد. يمكن بعض الناس يفكروا انه ما دام الطائفه السامريه عايشه على جبل جرزيم وما دام اصلهم اسرائيلي وهن برضه اصلهم اسرائيلي فيمكن يفكروا انهم مستوطنين، وهي الشغله هي
غير صحيحة. أولاً لأنه الطائفة السامنية بتقدس جبل جرزيم منذ 3000 سنة. أصحابنا في فلسطين في نابلس بيحكونا هاي الشغلة، بيحكونا يعني أنتوا اللي أصل. شو المشكلة هون؟ شو أنا مثل العادة أنا. لكم هوت مكانين نانك أوكي. Something with the card. أوكي. التفاصيل مع حسن أبو زين. Fixed. هذا شوف. ولا شيء من هكذا تحطه. ها ستي بس بدي اسالك شو حضرتي هليت على يوسف؟ ها قالوا بدنا صاروا يفتشوا على محل وين بدهم نحطوه وين بدهم نحطوه، لقيوا هالبير. قالوا بدنا نسقطه بالبير. اخوه مهلوش ابن امه وابوه مهلوش يسقطوه، مسكين دعيت عليه شو ضربوه شو قتلوه خيبته. هن يداير ما يدور ويطلع عليه يقول له بكره اخي بكره اخي بجيب لك. اول مسألة شو عمل سيدك؟ يصيح ومردي على التليفون قلت له مش راضي. اجى دوز دغري وسحب الفيش وحمق علي. قلت له انا الي 100 سنه بستنى هذا المسلسل اشوفه، بديش ارد على التليفون. حمق علي. باشر فاني دبر ايشر ما دي ثلاث يودي ما دي فمرة فا دي قامت أهد يهلل يا فا شان على الا شي اي اي اداه شي شي ونون على الا مين اشتغل وحده اليوم خلصينا مين اشتغل وحده مين اشتغل واحد اي نويا والله نويا نويا وين نويا ست البنات نويا الكاهن قدامكم إحنا السامريون نؤمن بخمسة أركان الدين، الله واحد لا شريك له، سيدنا موسى نبي، قدسية جبل جرزيم، والتوراة المقدسة واليوم الآخر. كل سامري لا يؤمن بهذه الأشياء ومش سامري. وديننا برتكز على عشر الوصايا العشر، الله واحد، لا تحلف بالله كذبا، قدسية يوم السبت، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي زي زوجة قريبك وبيت قريبك، وقدسية هذا الجبل. كل تقريبا إيمي واحد اثنين، كل الديانات السماوية مصابة واحد. بدي أسألكم هالسؤال تسمحوا لي؟ أكم واحد هون أصله سامري منكم؟ لا ولا حد أحد. طيب شو رأيكم كلكم؟ يعني قصدك الجدود يعني؟ خلي تستعجلوش. هي فيها شوية. هلقيتي بتفحصوا حالكم؟ كل واحد اذنه الاذن تبعته هاي محررة هو بيكون سامري. مين انه كيف انت هذا المعيار يعني عفوا مين يعني حدده؟ كاهن اللي قدامك اكبر باحث ديني في العالم. اكبر فلكي، اكبر تاريخي، واكبر باحث ديني في العالم. كيف تفحص الدي ان اي؟ نفس الشيء هاي معروفة. هي في مرجع يعني مرجعية كاملة. تفضلي. انت خايفة افحصي اول. افحصي مين؟ بس الامانة قولوا لي مين ومين لا. كيف يعني شابكة؟ وديروا بالكم. انت لا؟ شابكة؟ مسكينة، انت روح فتش على اصلك. انت؟ انا بعرف مش شابكة؟ انت مش شابكة؟ لا مش شابكة. وانت؟ لشنه ثلاث ارباع نابلس كلها اصلها سامري، وكل القرى اصلها سامري، كفر كليل وعورتا وبيت كلهم اصلهم سامري، ما بتعرفيش هذا الحكي؟ مش تاريخ الميلاد. بعرف بيطلع برجك يعني. مش اشياء كثيره بعرف. اللي ما بتعرفيش عنك بعرفه.
معي هويتين ومعي جواز أردني. وهذا برضه يعني إنه إحنا بندخل الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية. هاي الشغلة سببت في إيجابيات وفي سلبيات بنفس الوقت. خاصة إنه أنا صارت معي شغلة إنه رحت على منطقة إسرائيلية بس كنت خارج من سيارة فلسطينية. هاي الشغلة لفتت انتباه الجنديين، يعني كانوا بدهم يطخوني لأنه كانت شغلة كتير غريبة وبالليل. واللي أنقذني هو بالنهاية اسمي، لأنه عبد الله اسم عربي وكوهن اسم عبري. لما انتبه الجندي إنه كوهن فصار يسأل أسئلة، ومن وين أنت ومن يعني شو معنى سامريين. نزل الفرد شوي وحكى لي يعني إنه انتبه ثاني مرة وما تعيدها. وهاي الشغلات كمانها بتصير يعني. آخر مرة ما عزمتونا على الخطبة صح؟ العرس لسه؟ مزبوط. العرس باثنين أربعة بطلع يوم اثنين. أيوة منيح ما كان حطيته الجمعة مشان شو مرة يحضروا. والله على راسي. أنت بتجوبك عبد الله كيف؟ حاجز؟ إيه عمره هلأ حوالي 17 بصير 18. بنت مين؟ سهيل إذا بتعرف. سهيل ابن عم أبوك. لا لسه الجيزة للسمرة هلأ صارت أحسن. سهلة جداً. يعني من أول واحد بالزمان تكيش بنت سامرية أنسى. هلأ صاروا يغربوا برضو. يجيبوا من أوكرانيا. شاك؟ كم واحد صار عندكم من أوكرانيا؟ من أوكرانيا أربعة جوز. والله لا فيز 8 9. منيح والله. ليش ما حولهم يا حبيبي؟ شوف يعني الوضع صار برضه يعني فاهم كيف ما بينفع الواحد يعني صار مثلا عندك واحد اسمه عزام إذا بتعرف. صار عمره 50 سنة تقريبا وبدون فيش حد يعني. والحياة يعني عنده يعني بتعرف واحد يمرق حياته هيك. ف في حبلي برضه شخص يعني ابوه كان الكاهن الاكبر. حاجز يعني؟ لا لا مش حاجز يعني الكاهن الاكبر عطى يعني السماح فاهم كيف؟ هلا عندنا بالتوراه اصلا يعني ما في شيء يمنع انك تتجوز من برا. يعني اذا تيجي للدين. بس نفس الوقت تيجي على الدين تاعك. تصير سامريه ايوه. Воды. Потом сказку положил, и он сказку, был сказать. Один был, он сказал. طائفة السامرية بالنسبة للجيزة مرت في تحديات. من هاي التحديات مثلا انه عندنا في الطائفة السامرية حوالي 780 شخص، أكثر من النص ذكر. الشاب السامري عنده مهمة من عمره 18-19 ببلش يفكر في هاي الشغلة، إنه كيف بيقدر يلاقي جيزة. ما في there's no first love مثل ما بيحكوا first sight first love. يا
بنت العرس. خلص الموال. لما تكون سامري راح تحس انك عايش مع عائلة 780 شخص. ما بتذكر انه يوم تعرفت على بريد. نعرف كل شيء عن بعض وما في يعني اشياء غريبه يعني انه ممكن نكتشفها عن بعض. علاقتنا بتكون يعني كثير خويه حتى مع شباب ثانيه، بس انا وبريتو يعني مرينا بمغامرات. والشخص يعني صعب ما ينحب، في طاقة مش طبيعية. عمرك سمعت عن سمرة شيء ولا يعني سمري. ولا احنا اول ناس يمكن انت اول ناس بحكي معهم، فبعرف ايش اتوقع يعني عن جد ما بعرف شيء. بعرف انه في هيك ناس لانه كنت بمنطقه بيت المصري، فقالوا لي انه يعني هون السمرة موجودين، بس ما بعرف شيء عنكم. يتصلخ لي في قوش يعني هلا يتصلخ لي في قوش. كيف الحياه عن جد كسمريين اللي موجودين يعني سامريين؟ انتوا وين؟ احنا من يعني تقدر تعتبرينا يعني جزء من الشعب الفلسطيني بنفس الوقت، ما في تفرقه ولا حد بيقول لك انه هذا سامري اللي نعامله بهي الطريقه، لا. بس في يعني يمكن تصير مره واحده بالسنه انه ناس غير مثقفين يمكن يحكوا لك انه هذول يهود صهيونيه ويهود هيك، يعني في ناس غير مثقفين الا تلاقي. بس بشكل عام يعني قسم مع الاسرائيليين يعني، ونفس الوقت مع الاسرائيليين. اسرائيليين يعني احنا برضه جزء من الفلسطينيين وجزء من الاسرائيليين، برضه في ناس اسرائيليين مش مثقفين بعد يحكون ان احنا عرب ومخربين وهيك اشياء. انتوا ايش بتحسب حالكم سامريين اللي معكم هويه، حاملين هويه اسرائيل وفلسطين ولا ايش بتحسبوا نعم. حالكم؟ شوف السامريين هم اصلا هم بني اسرائيل، فاهم كيف؟ يعني احنا يعني من شعب بني اسرائيل بنعتبر، بس بنفس الوقت عشنا بفلسطين اكثر من 3000 سنه يعني، وعشنا مع الشعب الفلسطيني، فاحنا برضه جزء شوي من الشعب الفلسطيني. لهذا السبب قلت لك انه احنا يعني السياسه مش براسنا بالمره، يعني بنحاول قدر الامكان نبتعد عن السياسه. الجبل اللي احنا عايشين عليه الفلسطينيين والاسرائيليين بيقدروا يتواجدوا بدون اي مشاكل يعني، فاهم؟ هي منطقه فلسطينيه اسرائيليه بنفس الوقت، فهي الشغله يعني تقدر تقول جايك جاي زي جسر سلام تقريبا. والمنطقة تبعتكم محسوبة على دولة معينة ولا؟ على أمنياً أمنياً إسرائيلي. أمنياً إسرائيلي بس إحنا بناخد مدنياً فلسطيني يعني الكهرباء والمي من الويست بانك الضفة وأمنياً إسرائيلي. حاسس إنه أنتوا يعني لسه أكثر يعني أنتوا لسه أكثر نص بالنص لسه معقد أكثر من هيك. أكثر، بس أنا شايفة إنه أنتوا متعايشين مع الإشي. It's so complicated بس يعني خلص getting used to it. This is what makes you American. شو مالها اللي حداك هذا؟ شايفها مستغربة تطلع عليك. I think لأنه تبعت يعني we're talking Arabic, Hebrew and English. ولقيته بسأل على الكاشير. ثلاث لغات. What the fuck is going on يعني؟ الجماعة يهود ولا عرب ولا أجانب؟ What are they? What is he? No. Sugar بس. سكر. You know those like shows where they
كاميرا خفية hidden camera. Yeah. Go and talk three languages at the same time. But like talk perfect Hebrew, then talk perfect Arabic. Yeah. And then watch the reaction. Nice one, yeah. Ni hao. Ni hao. Okay, so anyway, from the Philippines, from China, from Japan, welcome to Israel. How to say? Mabuhay. Welcome to Israel. Soon we will make a restaurant. The Samaritan in the sea. No, I'll not call it the Samaritan one. Why? What will you call it? Samaritan one is okay. خلاص, Samaritan beer, Samaritan tahini, good Samaritan, Samaritan blah blah, Samaritan Arak, Samaritan wine. What the fuck, man? Not everything is Samaritan in the world. Okay. Just in Israel, like, you know, just in Israel. Back to Hawara, man. Back to Hawara. I don't like the traditions. The traditions? Yeah. Wow. I don't like but how Saturday. The cases... How the case is going on from people to people. I think you're saying traditions wrongly. You don't mean traditions. I think you mean like community or something. Yeah, of course. Like, I mean, you don't feel free, man. You don't feel like, you don't feel relaxed. You don't feel relaxed. Yeah. And I don't know. I mean, I like the community, you know. Everyone is here for you when you have a bad time, you know. And everyone here for you in the happy times too. It's nice being a really good part of a big family, you know? Mm-hmm. Everything has a drawback, right? Dude, we humans, we survive, you know, on what? From learning. That's how we survive. I wanna go out there, man, make a change in the world. شو عامل يا عمي؟ شو المشكلة؟ شفته مرتين أنا وين شايفه؟ بعد بستة وثمانية. شو ستة وثمانية؟ الساعة ستة والساعة ثمانية. شفت وين شفته؟ شو اسمه بالفضائية الفلسطينية. بالفضائية الفلسطينية. أنا كيف بدي أطولها بتعرف؟ بعرفش. واحد حط شو اسمه كان حسني متحف السامري متحف. متحف جرزين. اي بحث. متحف السامري. بس السامري اول شيء نجرب. بعدين بنغير. شو؟ لا مش هذا البث المباشر هذا. انت شو اللي بدك اياه؟ انا بدي التقرير تبع الاخبار. معناته مش منزلينه. نفسها هي بذاتها، مش كيف ما نزلوش انا شفته. فيش الا هذا الفيديو، انا بقول لك انت مخربش، فيش تقرير. شو هاي؟ شفته يا جوز نزلتها على الفيسبوك تبعها. ايوه هات نشوف. انت شفتها على الفيسبوك ولا على الانترنت؟ على التلفزيون الاخبار بيجي بيقول لي. لحظه، على التلفزيون شفت التقرير ولا على الانترنت؟ بدي افهم. على التلفزيون اذا على التلفزيون معناته بنشوفوش هون، مش شرط ولا مش شرط تنزله.
اي شيء على التلفزيون مش شرط يكون على الانترنت. لا يا اخت بدنا ناخذ من طائفه من عاد. ايوه 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 بالضبط هي. اوف 24000 مشاهده 24000 فيوز. لا لا تحبي المشاهدات؟ منيح لا لا هنشوف شو في تعليقات. بورك جهودكم حضرة الكاهن. هلا 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 هلا. طيب معناته بدك تعمل له تنزيل. لحاله نزلوا تقرير بجنن تقرير. هي بعت لك اياه على الفيسبوك. طب قول لي. طيب شو قول لي؟ قالت لي والله بيني وبينك. شو ماذا؟ كله كتبته بالانجليزي. من احنا صغار كانوا يحكوا لنا كثير قصص عن ابائنا واجدادنا. انا شخصيا كنت كثير كثير احب هاي القصص. كانت الطائفه طالعه على جبل جرزيم انه تعمل عيد الفصح. كان ايامها كثير كثير يعني فقيرين وما كان في حتى خروف يشتروه. الطائفة السامرية كانت يعني على استعداد انه يكون من اسوأ الايام في حياتها يعني. فجأة بين راعي قام احد الكهنة اللي هناك ما صدق اللي شافه يعني وصار يبكي يعني. فحكى له انت من وين؟ انت الله بعتك وهيك. فحكى ما حكى الزلمه. الخواريف ضلت وقاموا الطائفه السامريه في هذا الراعي اختفى يعني. لانه كان في غيم كثير ما يقدر يشوفه. عيد الفصح هو عبارة عن أهم عيد للطائفة السامرية. كل عيلة تأخذ خروف وتذبحه وتفرضه رب العالمين وبنفس الوقت بيحتفلوا في التحرر من العبودية. هاي الشغلة عبارة عن 3600 سنة. الطائفة السامرية لم تقطعها. إذا بده يجي يوم كان يوم سعيد. Thank you.
I'm 24 and I'm still virgin. Do you believe that? I believe that. You don't believe that? No one in the world, man. Listen, no one in the world is 24 years age, and is still virgin. That's impossible, man. Impossible. But, I prefer grass on sex. Stop talking about sex, man. Grass. He's a good actor, man. He's a really good actor. Once I did think about to become an actor, but we got a religion. Listen, man, our religion, we can be a football player. We can't be an actor. You can't be a dancer. We can or can't? You can't. Can't. You can't be a dancer. You can't be a doctor. You can't. I can. I think you can be a doctor. Okay, I say that we can, but the elite say that no, we can't. Oh, okay. We can't be a football manager. Listen, man, what the bullshit is that? That's all bullshit. I think the religion is just for God. In our religion, I think they think. They. But you can't be famous. You can't, or it's hard, or. No, it's not acceptable. As fame is not. It's not acceptable. Like, the fame is not acceptable for us. جبل جرزيم لا يعني الطائفة السامرية ما كانت تعيش عليه طول حياتها يعني فقط من أقل من 40 سنة ما كانت فكرة إنهم يعيشوا على جبل جرزيم كانت الفكرة إنه تعيش في نابلس وفي الحي السامري اللي في نابلس توصل السيارة. وصلت عند السور هون يعني. طيب. منين؟ استنى أخي مش في هون إذاعة بتعبر على الحارة؟ لا من هون. تسكر هوني؟ هون. هون دار عكوب. دار عكوبة؟ اه الحر الجوهري هذا. في الناس تأتي هي كمان. هي هون. هي العابد. تعرفوه؟ قديش إلكم تعرفوا؟ سنين صباح الخير جار كيف انت جار؟ أهلاً جار كيف الصحة؟ السلام عليكم كما كنت قاعد محلّا كيف
حال المرأة إن شاء الله منيحة. كيف أنت الجميع؟ متذكرهم أيام الطفولة ولا مين أيام إيش؟ على خاطرك كيف ما بدي. أبوك كان قاعد هون ويوهم بأبوك. الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش. كيف أنت الجميع بخير عطوا. كيف بسايمة إن شاء الله منيحة. مسلت حالي 85 سنة. 85. الله يعافيك. الله تفضل استريح. تسلم تسلم. الله يخليك. هوني دار حسني عوادة. شايفة إيشي؟ مسيك بالخير. شلون يباع بالكنيسة السمراء؟ لفوق شوي صغير، شادي؟ لا مش هون، بتطلع عندك الشمال شادي. أما من هون كنا نطلع. لا أول عمرك ما طلعوا من هون. ناسينها؟ يا با احنا كنا صغار لما طلعنا منها. مش يوم من الايام. اما هذا انا بتذكره بعرفه. يجوا بالكنيسه يصلوا. معلم وين بالضبط؟ نضلنا قدام؟ هلا بس تلف وجهك يصير وجهك اتجاهك عكسي. ايوه. بتلاقيها على ايدك اليمين. ايد اليمين، اوكي. يسلم. بدك اساعدك شيء؟ لا لا يسلم ايديك. افتح بتفتح؟ صعب انه حدا يفوت طمم كله وهيك بتدور. ايه؟ لا ما بتعرف شيء قصفوها مهدومه كامله. فيش دور؟ لا لا حجي ما في دور مهدومه قصفوها اليهود يوم الاجتياح. نعم بالاجتياح برضه مضبوط في ضربت المنطقه ما هي هون. اجى عندي من فتره ناس من البلد تقريبا معهم ناس من برا من اسرائيل. لأنه الدار معي هي للسمر الأصل اللي بالحارة هناك. أنت هناك ساكن؟ دار أختي اللي هو دار الزمار بالحوش. دار أختي. هلا بقول لي طب نجوم هذا قلت له هاي يعني تراثه نجوم إسرائيلية مكتوب عندنا هناك. دار أبرهوم ساكن. فبس قال لي بقول لي طب ليه لحد بقول له بعرف إنه في عيد العرش مثلاً. مش صحيح. موجود كله. هاي الحوض كمان شايفين هاي الحوض هذا الحوض هاي كمان موجود وهي شايفة عبرونها من هون هاي الباب هاي الباب كمان هو هاي هون عاملينها لدجاج هاي الباب الكنيسة أما من هون يفوتوا للكنيسة طلع هاي خليه تطلع من الوزوء ياما وقايمة خسارة هيك ليه مش مهدينها هذا لما بالصيام انسوم نقعدوا نراجعوا هوني والله ذكريات بتحكي هوني يقعدوا يراجعوا لأولادها من الصيام تبقى نظيفة هيك تدوي هوني محلات دور ساكنين الكنيسة ما تلهاش بعد. هاي طلع شايف الدار المحدودة هون. بعرف هذا كنا ساكنين احنا فوق. هلا هاي هون كلهم على الكنيسة. أما هون دار السختيان. دار السختيان هون الأدب. دار الأدب. تحاكي أمي تسمع أمي بالله سمعت أمي مرة بقول لها إيه أخي يما عجنين عجنات قالت له يما ما عنديش. بعتت ورا أمي قالها اسمع الشيخ حلفني ما أخرج إشي من البيت. بس خدي هدول مصاري واشتريهم رطلة طحين للاولاد وعجنيهم يعني دار السخوت يعني وين امي تحكيها؟ هذا اللي بتحكي تتفضلي فيه كان عامل وضع اجتماعي جيد ما بين الناس كلها بالحياة فهمتي؟ ان شاء الله بتضل المحبة موجودة طبعا ليش لا؟ صح انت هلا ساكنين فوق بس لا الراس والعين هاي يا معلم نابلس انت هون هلا بسما نابلس وبالنهايه جيران يعني لف 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 الزمان بيتك وهي بيتي جنبه انا قديش من بيني وبيتك خمس دقائق 5 مينت كل الحضارات مروا من هون ايش ما بخطر على بالك من الحضارات اجت سكنت فينا عند الاشوريين من عد من الحضارات البابليه السامريه القديمه اللي
لعند ما تيجي للفراعنة، لعند ما تيجي عندك الحضارات اليونانية الإغريق يعني بعدها إجوا الرومان واستكملت باقي إنه بتعرف حملات صليبية فرنسيين كذا لعد ما وصل الإسلام لعد هلأ والعثمانيين استكملوها وظلوا موجودين فيها العرب هلأ. تعرف شباب يعني أنا كنت أحضر باب الحارة بالسنة هيك شيء في حلقة منها كان صورة لكائن سامبي يعني في المسلسل أكيد أنت هذا أحد ممثل منهم بيسأل إيش هاي الصورة ما بعرف بس هي كاهن وإحنا بنعرف أما لما تيجي تسأل حدا مثلا برا نابلس بالوطن العربي أو كذا تسألهم تقول لهم وفي مرة جابوه على برنامج إنه تيجي تحكي إنه في موجود إنه يهود فلسطينيين في فلسطين فكلهم راح مش راح يعرفوا بالضبط حيتفاجئوا انه كيف يعني يهود فلسطينيين بالضبط خد اسمي مثلا بالضبط عبود كوهن تناقض انه عبد الله زي اسم زي ما تحكي خلينا نحكي عربي او مسلم وبنفس الوقت كوهن او كاهن اللي هو اسم يهودي فاهم علي كيف دائما اول ما بفرج الهويه ل يعني سواء الاسرائيلي ولا الفلسطيني يعني بنجن كيف صارت هاي يا ابو شريك يعني اسم اكبر اسم عربي ما اكثر اسم يهودي كيف فسر لي اياها هذا دلاله على الحياه اللي عايشينها مع بعض فيها التشارك كله الحلو بالموضوع انك تقدر انت بمكان مثلا خلص تقول لهم اسمي عبد الله وبمكان ثاني تقدر تقول اسمك كوهن فاهم بالسايدين بتزبط معك شو رايك عمرك تخيلته يكون مثلا رئيس للدولتين مع بعض بزبط على فكره مزبوط مزبوط بس الا تلاقي ناس يطلعوا لك بانتقادات فاهم لا اسمع بجوز القدر يعني انه اسمه عبد الله كوهن بالاخير ممكن هو يكون الرئيس للدولتين وهو اللي يعمل سلام والكاهن الاكبر من السبات بجوز بتعرف بالضبط بالبعله يعني والله حلو الواحد يتخيل مره ليش طبعا ضلك بنصوت له في ناس تصوت له اذا بتنزل لك صوته مش بس هيك كل اللي بنعرفهم رح يصوتوا لك اكيد والله شو بتعرفوا يعني في ناس حكوا لي شو رايك تغير الاسم لا 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 ليش حالاته هيك بحكي قصتي الاسم يعني انا وراي مين في وراء قصه ما بظن انه في شغله بالتوراة بتمنعنا انه نعيش برا بس كسامري بعرف ولا مره في حياتي او في فتره حياتي راح اكون عايش خارج الطائفه يعني. يعني ولا يمكن يعني هاي شغله كثير كثير صعبه وتصير تعيش برا يعني زي حكي انك انه انت تركت هاي المهمه مثل صراع البقاء في الطور عبريتو وين؟ شو بتعمل؟ بحبك لما تصيح طيب crazy bastard You love those cornetos, don't you?
Another day, same place, the lovely Roti. What's this chance, Ahid? True. In the Jeep, Jewish girl. Zero. Zero. Ooh, why zero, man? I don't think it's zero. Zero? At least 5-10%. No, it's zero. I don't think that some girl will accept to live here. I would like to have children that the mentality doesn't belong to our community mentality, because I don't like our community mentality, okay? Yeah. Yeah, I mean, I see. How old are you now? Almost 25. 25? Yeah, I mean, 25 is like pretty, pretty young, you know? You don't have to be bad if you don't have a relationship or anything, you know? But maybe as a Samaritan, it's kind of becomes a challenge already when you're 25, you know? If I were you, I think I'm open to everything. You know what I mean? Man, אנחנו חיים בחור אחד, אחי, בחור. חיים בחור שכמעט מנותק מהעולם. עזוב אותי, אל תשקר.